مترشحة أمينة سالم، أوقات صعبة وحرجة بعد أن تم إقصاؤها من امتحان شهادة البكالوريا في ولاية سطيف. وقالت المترشحة سالم أمينة أنه تم إقصاؤها بسبب مدير مركز الامتحان يوم الاثنين، حيث اجتزت امتحان مادة الرياضيات وأغمي علي في مركز الامتحان. وأضافت المترشحة أمينة سالم: تم التدخل من طرف مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية ونقلي إلى المستشفى، ورافقني عون الأمن والحماية المدنية. وتابعت أمينة سالم: بعد نصف ساعة عدت لمركز الامتحان وأكملت امتحاني بشكل عادي، فأتى لي مدير المركز وقال لي: لا تخافي، سنضيف إليك بعض الوقت. وقالت: أكملت الامتحان بصفة عادية وذهبت للمنزل. في الفترة المسائية كنا سنجتاز امتحان اللغة الإنجليزية، فقال لي أنه تم إقصاؤك ولا أستطيع مساعدتك، اذهبي لمدير التربية. وأضافت المترشحة سالم أمينة: ذهبت لمدير التربية فقال لي إن مدير المركز هو المسؤول لأنه هو من اتخذ القرار. وتابعت المترشحة سالم أمينة: أوكل أمري إلى الله في من كان سبب إقصائي. أوجه رسالتي إلى السلطات العليا للتدخل وإنصافي. وأوردت المترشحة المقصية من البكالوريا: درست لسنة كاملة وتعبت ليل ونهار من أجل النجاح ونيل الشهادة.